السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية كلية الحقوق جامعة بنها، النهاردة إن شاء الله نتناول مع بعض أو نتعرض في محاضرتنا الأخيرة دي لكيفية حل الأبحاث المطلوبة منكم كاشتراط أو كمتطلب لاجتياز هذا العام الدراسي. إحنا طبعاً نزلنا الأسئلة بتاعة الأبحاث أو موضوعات الأبحاث اللي المفترض على الطالب إن هو يقوم بعملها وتقديمها للكلية حتى يقوم بصحة من أجل اجتيازه للفرقة الأولى. نزلت على الموقع الإلكتروني للكلية، وأكيد كلكم أو حضراتكم جميعاً اطلعتم عليه. إحنا إن شاء الله رب العالمين النهاردة في محاضرتنا مش هنشرح حاجة جديدة، ولكن كل الموضوع هيقتصر في ان احنا هنقوم بتوضيح موضوعات الابحاث والاماكن بتاعتها فين في المقرر الدراسي بحيث يتمكن الطالب من عمل البحث بكل سهولة. نرجو من حضراتكم ان انتم ما تخضعوش لاي نوع من انواع النصب او الاحتيال من قبل بعض المراكز التعليمية اللي موجودة امام الكلية او غيرها، لان دي كلها اماكن غير معترف بيها واماكن بتمارس عليكم نوع من انواع النصب، زي ما عرفت من بعض الزملاء او من بعض الطلاب اللي تواصلوا معايا وبلغوني انه المكتبات دي بتعمل ابحاث دي بمقابل مادي او غيره. حضرتك مش محتاج للكلام ده كله، حضرتك احنا هنديك الموضوع بتاع البحث وكمان هنعرفك ازاي تعمله المساله في غايه اليسر، ما انتش محتاج ان حد يساعدك فيها او مش محتاج ان حد ياخد منك مقابل مادي لعمل هذه الابحاث. وانا اتمنى لكم طبعا خالص تمنياتي ليكم بالتوفيق والنجاح ان شاء الله رب العالمين. حضراتكم زي ما انتم عارفين انا بدرس لكم مادة علم الاجرام والعقاب كريمنولوجي اند بينولوجي، ودي مادة كاملة، وبدرس لكم جزء من مادة المصطلحات القانونية المتخصصة سبيشاليزد انجلش لانجويج، لغة انجليزية متخصصة، بالاشتراك مع زميلي الفاضل الدكتور محمد معوض. ان شاء الله نبدأ النهاردة محاضرتنا بحديثنا عن أبحاث أو الموضوعات البحثية اللي لها علاقة أو اللي تخص مادة الكرمنولوجي أند بينولوجي. نبدأ أول حاجة زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده، وزي ما هو موجود في الورقة اللي تم إعلانها أو في النموذج اللي تم إعلانه على الموقع الإلكتروني للكلية بنها يونيفرستي جامعة بنها فاكولتي أوف لو كلية الحقوق كريمنال ديبارتمنت قسم القانون الجنائي إنجلش ديبارتمنت الشعبة الإنجليزية كرمنولوجي اند بينولوجي مادة علم الإجرام وعلم العقاب فور ستودنتس للطلاب اوف ذا فيرست يير العام الأول أو السنة الأولى العام الجامعي 2020. العنوان بتاعنا بيقول رايت ريسيرش بيبر اون ون اوف ذا فولوينج توبكس، اكتب ورقة بحثية عن الموضوعات الآتية. قبل ما أبدأ أتكلم عن أول موضوع هود إن أنا أشير على الكم او الحجم بتاع البحث المطلوب من حضرتك انك انت تعمله. احنا وحسب ما استقر عليه قرارات اداره الكليه ان البحث يكون في حدود 5 صفحات، يعني ان كان يزيد شويه مفيش مشكله، ان كان يقل شويه برضه مفيش مشكله، هو في حدود 5 صفحات حتى تمكن الطالب انجاز هذا البحث بكل سهوله ويسر. من المفترض ان البحث بيكون له مقدمه وموضوع، المقدمه بتاعت البحث بتكون في صورة توضيح انت هتتكلم في ايه، ايه هي العناصر الرئيسية اللي انت هتتكلم فيها، ودي طبعا انا هساعدك في عملها من خلال العنوان بتاع الورقة البحثية اللي انا كتبته لك. فلما نبدأ نشوف مثلا الموضوع الاولاني reasons of the classical and positivist schools pertaining، اما بنقول المقارنة ما بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الوضعية اعتمادا على، فيما بعد كلمة pertaining to أو اعتمادا على أو من خلال، أنا بدأت أحدد لك مجموعة من العناصر، هذه المجموعة من العناصر هي اللي أنت هتعتمد عليها في عمل البحث. فأنت المفترض على حضرتك وأنت بتكتب المقدمة في حدود 5 أسطر مثلا تقول والله أنا الموضوع بتاعي عنوانه كذا وأنا هتكلم فيه على النقاط الآتية، ثم تبدأ تاخد النقاط الأساسية المطلوبة منك في البحث تبدأ تتكلم عنها. احنا بنطلب المقارنة ما بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الوضعية من خلال عدة عناصر، historical period الحقبة التاريخية او الفترة التاريخية بتاعتها، leading figure purpose of school غرض المدرسة،
ميج اوف هيومن نيتشر، النظر الى طبيعه البشر، ايمج اوف كريمنال، صوره او تخيلهم عن المجرم شكله ازاي، بيربس اوف بانشمنت، الغرض من العقوبه في ظل افكار هذه المدرسه. طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان دوت او هذا الموضوع خاص بالقسم الثاني اللي هو علم العقاب بنولوجي، ان احنا بنتكلم على المقارنه فيما بين مدرستين عقابيتين رئيسيتين، وهي الكلاسيكال سكول، المدرسه الكلاسيكيه، بوزيفيتيزم سكول، المدرسه الوضعيه، او زي ما بنقول عليها بوزيفيتيست سكولز، المدارس او الاتجاهات الوضعيه. طبعا اجابه السؤال ده يمكن تكون مفرقه في اكثر من مكان من او في اكثر من موضع من الكتاب الدراسي، الا ان احنا وتسهيلا عليكم في هذا الكتاب لو رجعتم الى صفحه 102 وصفحه 103 من الكتاب الدراسي هتلاقونا احنا اجرينا مقارنة وكتبنا الخطوط العريضة لهذه المقارنة من خلال جدول المقارنة موجود في صفحتي 102 و103 من الكتاب الدراسي. طبعا تقدر من خلاله انك انت تجيب على الورقة البحثية المطلوبة من حضرتك. ده كان بالنسبة للموضوع الاول. ننتقل للموضوع الثاني، وهو اكتب ورقة بحثية عن Nature of Criminology Pertaining to، طبيعة علم الإجرام، بالاعتماد على أو من خلال التركيز على مجموعة من العناصر. Definition of Criminology، تعريف علم الإجرام. Subject of Criminology، موضوع علم الإجرام. Scientific Criminology، علم الإجرام العلم أو الصفة العلمية لعلم الإجرام. Definitions of Important Terms in Criminology، بعض التعريفات الأساسية للمصطلحات أو بعض تعريفات المصطلحات الهامة في علم الإجرام. وده بالطبع يا شباب لما نيجي نجاوب على ورقة بحثية عايزين نتكلم فيها عن هذه العناصر، فإحنا المفترض زي ما حضراتكم عارفين إن إحنا نرجع للكتاب الدراسي مثلا في صفحة بيج 6، في صفحة 6 هتلاقينا بنتكلم على تعريف علم الإجرام وموضوعه، وفي صفحة 7 هتلاقينا بنتكلم على موضوع علم الإجرام، ثم تنتقل إلى صفحة 8 هنلاقينا بنتكلم على علم الإجرام من الناحية العلمية أو الصفة العلمية أو الخاصة العلمية، خاصية علم الإجرام من الناحية العلمية، ثم ننتقل في صفحة 9 إلى آخر عنصر من عناصر الورقة البحثية، وهو اللي له علاقة بعرض تعريفات لبعض المصطلحات الهامة في مجال علم الإجرام، وهي مصطلح ديفينس اللي هو الانحراف، ومصطلح ديليكوانسي الجنوح او التعرض للانحراف، ومصطلح ديليكوانت الجانح او المعرض للانحراف، ومصطلح جيفينايل ديليكوانسي انحراف الاحداث، واللي بينتهوا او بتنتهي هذه التعريفات الهامه في صفحه 11 من الكتاب المقرر على حضراتكم. ده كان عرض لاهم النقاط الاساسيه المفترض ان حضرتك ترجع لها وانت بتكتب الورقه البحثيه بتاعتك في الكتاب المقرر عليه. ننتقل الى الموضوع الثالث، والموضوع الثالث بعنوان او هو جايب لي عباره كوتيشن ما بين علامتي تنصيص، بيقول ايمل دوركايم ميد ثري سبيسيفيك كليمز اباوت ذا نيتشر اوف كرايم، انه الفقيه المعروف او عالم علم الاجرام المعروف ايمل دوركايم اللي كان نشاطه في عام 1893 ده له ثلاث تصورات حول طبيعة الجريمة، وبيقول لما تيجي تتعرض للمسألة دي اكسجين اشرح مقصد هذه العبارة من خلال الحديث عن ثلاث عناصر اللي هما الثلاث تصورات اللي موجودة لدى فكر الفقيه او العالم ايميل دوركايم، وهي كرايمز نورمال الجريمة امر طبيعي، كرايمز انفيتابل الجريمة امر حتمي لا مفر منه، كرايمز يوسفل الجريمة أمر مفيد للمجتمع أو أمر في هناك فوائد بتعود من وراء وجود جريمة داخل المجتمع، بأفكار الفقيه إيميل دوركايم. إحنا طبعا يا شباب لما نيجي نجاوب على ورقة بحثية أو نجري ورقة بحثية حوالين التصورات أو نقول عايزين نقول إيه الكليمز أوف إيميل دوركايم، التصورات بتاعت إيميل دوركايم about the nature of crime عن طبيعة الجريمة،
لو رجعنا للكتاب المقرر في صفحة 13 هنلاقينا بنتكلم على النقطة دي، وبنعرض ايه هو مقصد او مفهوم ايه دوركايم اللي هو عبر عنه بمصطلح ان الجريمة is normal, crime is normal, امر طبيعي في صفحة 14 و15. ثم ننتقل الى العنصر الاخر او العنصر الثاني، crime is inevitable, الجريمة امر حتمي لا مفر منه في كل مجتمع، ففي صفحة 16. ثم ننتقل الى العنصر الاخير من هذه الورقة البحثية وهو crime is useful, الجريمة لها فوائد او هناك فائدة من الجريمة رغم الجوانب السلبية ليها. وبكده نبقى تمينا الاجابة او عمل هذه الورقة البحثية. ننتقل الى الموضوع الرابع وهو بعنوان Explain the Thoughts of Classical Criminology Theory، تكلم على افكار المدرسة الكلاسيكية او تكلم عن افكار المدارس الكلاسيكية في علم الإجرام. طبعا احنا اتفقنا ان هناك مجموعة من المدارس اللي ناقشت فكرة التجريم وايه هو اساس الجريمة، وفسرت او حاولت انها تفسر السلوك الإجرامي لدى الاشخاص اللي بيميل او بينحرف او بتنحرف سلوكياتهم من السلوكيات القويمة الى السلوكيات غير القويمة او السلوكيات اللي فيها انحراف. اتفقنا ان هذه المدارس كلاسيكال كرمنولوجي اللي هو المدرسة الكلاسيكية، بيولوجيكال ثيوري المدرسة البيولوجية، سايكولوجيكال ثيوريز الاتجاهات النفسية في تفسير السلوك الإجرامي، سوشيال بروسيس ثيوريز اللي هو الاتجاهات الاجتماعية في تفسير السلوك الإجرامي. واحنا الورقة البحثية بتاعتنا النهاردة بتتكلم على معتقدات المدرسة الكلاسيكية في الإجرام، ودي لما نرجع الى الكتاب المقرر بتاعنا في صفحة 36 هتلاقينا بنتكلم على اهم مدارس سيرز اوف تايم بوزيشن، مدارس البحث او مدارس تفسير السلوك الاجرامي، وزي ما اتكلمنا وقلنا ان هم اربع مدارس: كلاسيكال كرمنولوجي، بايولوجيكال ثيوري، سايكولوجيكال ثيوريز، سوشيال بروسيس ثيوريز. هننتقل الى صفحة 37 وفيها بنتكلم على الثوتس او المعتقدات او الافكار الخاصة بالمدرسة الكلاسيكية في صفحة 37 وصفحة 38. وفي صفحة 39 بنستكمل كلامنا على الصعوبات اللي واجهت فكرة هذه المدرسة، difficulties inherent in the theory، الصعوبات الملازمة لهذه النظرية. وكده في صفحة 39 ينتهي العناصر المفترض حضرتك بتتعرض لها في عمل الورقة البحثية الخاصة بهذه الجزئية. ننتقل الى الموضوع الخامس و explain the thoughts of theory of differential association by Edwin Sterling، تكلم على معتقدات مدرسة او مذهب او نظرية المخلطة المتفاوتة لدى العالم او الفقيه الامريكي ادوين سيزرلاند. ودي طبعا بتنتمي الى النوع الرابع من المدارس اللي احنا لسه متكلمين عنها، وهو الاتجاهات الاجتماعية في تفسير السلوكيات او في تفسير السلوك الإجرامي. نبدأ طبعا لو احنا حابين نرجع للكتاب المقرر عشان نشوف الجزئية التي تخص نظريات البناء الاجتماعي في صفحة 49، وبداية حديثنا الجزئية اللي تخص الورقة البحثية اللي احنا بنتكلم عنها وهي Theory of Differential Associations، نظرية المخلطة المتفاوتة او الارتباط التفاعلي للعالم أدوارد سيزرلاند. ودي من أول صفحة 51 بنتكلم فيها على أن هذه المدرسة تم إقرارها بواسطة أدوارد سيزرلاند، نتكلم فيها عن وجهة نظرة في تفسير السلوك الإجرامي في عدة نقاط في صفحة 51 وصفحة 52 وصفحة 53 وصفحة 53. وبكده نكون انتهينا من أفكار سيزرلاند، ومعانا كمان صفحة 54. في نهاية صفحة 54 بكون كده انتهينا من العناصر المفترض حضرتك بتتكلم عنها عشان تجري ورقة بحثية تشرح فيها الثوتس ثيوري اوف ديفرنشال اسوسيشن باي ادوين سيزرلاند، لنظرية المخلطة المتفاوتة على الارتباط التفاعلي لدى الفقيه ادوين سيزرلاند. الموضوع السادس والاخير اللي احنا بنتكلم عنه وهو الحديث عن نوع مشهور او مصطلح مشهور من الجرائم، ده في إطار الحديث على الجريمة والاقتصاد كامل إيكونوميكس، وتوك أباوت وايت كالر كرايمز أند إتس تايبس، تكلم عن
الجرائم ذوي اليقات البيضاء، ثم تحدث عن انواعها. وده طبعا لازم نرجع فيه الى الكتاب او الى المقرر الدراسي بتاعنا اللي احنا درسناه مع بعض، واحنا اتفقنا ان انا عندي نوعين من الجرائم، البلو كولر او مصطلحين اساسيين، البلو كولر كرايم والوايت كولر كرايم. الوايت كولر كرايم احنا في حديثنا عنها المفترض بنكون من اول صفحه 70 مرورا بصفحه 71 بنتكلم عن تعريفها، ثم بعد ذلك بنتكلم على انواعها في صفحه 72 وصفحه 73 وصفحه 74 وصفحه 75، وبينتهي كلامنا عن هذه المصطلحات او تفسير هذا المصطلح اللي هو الوايت كولر كرايم بنهايه صفحه 75 من الكتاب المقرر. بكده يا حضرات نكون انتهينا من الموضوعات البحثيه المطلوبه على حضرتك انك انت تختار احد هذه الموضوعات وتجري فيها ورقه بحثيه في حدود خمس درجات، اسف في حدود اسف خمس ورقات تم تقييمك بخصوصها في مساله تجاوزك للفصل الدراسي الثاني وصعودك ان شاء الله بالتوفيق الى الفرقه الثانيه، وخالص تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. ثم هننتقل بعد كده الى الماده الثانيه اللي انا بشترك فيها مع زميلي الفاضل الدكتور محمد معوض، برضو زي ما انتم حضراتكم شايفين وده اترفع لكم على الموقع الالكتروني، وهو بنها يونيفرستي فاكولتي اوف لو كريمنال لو ديبارتمنت انجلش ديبارتمنت سبيشاليزد انجلش لانجويج، ماده اللغه القانونيه المتخصصه فور سينس اوف ذا فيرست يير، طلاب الفرقه الاولى او العام الاول 2020. مطلوب من حضرتك رايت ريسيرش بيبر اون وان اوف ذا فولوينج توبكس، اكتب ورقة بحثية في أحد الموضوعات الآتية، وأنا عرضت موضوعين. وهنا هيكون في نقطة توضيحية لأن اتسألت فيها كتير من بعض الزملاء منكم، تواصلوا معايا بعض زملائكم، وهو هل إحنا في المادة دي لأنها مكونة من قسمين إحنا مطلوب مننا إن إحنا نجري ورقتين بحثيتين؟ لا، هي ورقة بحثية واحدة. طيب الدكتور محمد معوض نزل مجموعة من الموضوعات وطبعا اتنشرت لحضراتكم على الموقع الالكتروني الكلية، وانا نزلت موضوعين زي ما حضراتكم شايفين. حضرتك هتختار موضوع واحد، ممكن يكون الموضوع ده من الموضوعين اللي انا نزلتهم، او ممكن يكون من الخمس او ست موضوعات اللي نزلهم الدكتور محمد معوض. حضرتك مش هتكتب في موضوعين، هتكتب في موضوع واحد، ابدا تختاره سواء من القسم الاول او سواء من القسم الثاني، دي مسألة تخضع لحريتك انت كطالب في الموضوع اللي انت تشوف ان انت تقدر تكتب فيه بصوره افضل او تكتب فيه ورقه بحثيه افضل. بالنسبه لي انا مكتوب عندي او فرضت لكم موضوعين، تختاروا احدهم لو انتم اخترتوا تجاوبوا على او تكتبوا الورقه البحثيه في موضوعات القسم الثاني، وهي رايت ريسيرش بيبر اون وان اوف ذا فولوينج توبكس ديفاين ذا فولوينج تيرمز، عرف لي المصطلحات المتخصصه الاتيه: فيلونسس فيلوني جروس مس ديمينر سيريس مس ديمينر misdemeanor infraction and talk about classification of crime in Egypt. عرف لي المصطلحات دي، وطبعا كلها مصطلحات تدور حول الجنايه والجنح الخطره والجنح العاديه والمخالفات. ثم بعد ذلك بيقول لك كلمني على تقسيمات الجرائم في القانون المصري. النقطه الثانيه او الموضوع الثاني define the following terms، برضه عرف لي مجموعه من المصطلحات الاتيه: capital crime, capital punishment and talk about capital punishment من خلال التعرض للديفينيشن بتاعتها، ميثودز اوف اكسكيوشن طرق التنفيذ كارنتلي ان يوز الموجوده فعليا في دول العالم. انت طبعا حضرتك هتختار احد الموضوعين دول، او ممكن تختار جزئيه من الجزئيات المقرره لديك في المقرر القسم الخاص بزميلي الفاضل الدكتور محمد، وانت تقدر تجاوب على احسن برضه في حدود خمس ورقات بشان تعليمات ازاي انا هكتب، هقدم البحث امتى، المواعيد، كل هذه الامور بترجع فيها لاداره شعبه اللغه الانجليزيه عند حضراتكم، تقدروا تتواصلوا مع الاستاذه تهاني والاستاذ علاء اللي موجودين في الشعبه، طبعا حضراتكم كلكم عارفينهم ان هم دول المختصين بيكم، وانتم في تواصل دائم فيما بينكم لتحديد او للوقوف على كل المطلوب منكم. نتمنى لكم او خالص تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، واحنا كده حاولنا ان احنا نيسر عليكم قدر الامكان ازاي تعمل الورقه البحثيه المطلوبه منك في هاتين المادتين اللي انا بشترك في تدريسهم، سواء الاجرام والعقاب او الماده اللي بشترك فيها مع زميلي الدكتور محمد معوض.
اتمنى لكم خالص التوفيق والنجاح، واحنا كده نكون توقفنا او انتهت محاضرتنا، مش هنجيب لحضراتكم اي حاجه تاني. احنا شرحنا المنهج المقرر المطلوب كاملا، وشرحنا ازاي تعمل الورقه البحثيه. نشوفكم ان شاء الله على خير في محاضرات الفصل الدراسي الاول من العام الجامعي القادم. نتمنى ان شاء الله تكون الظروف السيئه اللي كلنا بنعدي بيها دي تكون انتهت، ونكون في احسن حال، وتكون الدوله المصريه يا رب في احسن حال، وتعود الامور الى طبيعتها، ونرجع للدراسه في الفصل الدراسي القادم، وتكون الدنيا بقت افضل من كده. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه انتهاء العام الدراسي، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. احنا خلاص نعتبر في الثلث الاخير من شهر رمضان المعظم. مع خالص تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.